السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين المشاركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا فيما يتعلق مادة النظام القانوني للتاجر مجال القانون. وسنعرض في حصتنا هذه موضوع تحت عنوان التسجيل في السجل التجاري. فيعتبر التسجيل في السجل التجاري من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر الذي لا تتوفر فيه شروط المقاول الذاتي أو الذي لم يختار الانخراط في نظام المقاولة أو المقاول الذاتي بالرغم من توفر شروطه. ويعتبر السجل التجاري أداة رسمية للشهر والاستعلامات تشرف عليه السلطة القضائية بسجل يسجل فيه التاجر والشركات التجارية، وتسجل فيه البيانات المتعلقة بهم قصد تمكين الجمهور من الحصول على المعلومات عن المشاريع التجارية بالمغرب. وقد أخذ المشرع المغربي نظام السجل التجاري عن القانون الألماني ونص عليه في القانون التجاري ل 12 سبتمبر 1913، غير أنه لم يجعل القيد فيه إلزاميا إلا بمقتضى بطبيعة الحال قانون فاتح شتنبر 1926، وقد كان يحصر دوره في الشرع وتقديم المعلومات. أيضا لبث المشرع أن أعاد تنظيم السجل التجاري في مدونة التجارة لسنة 1996 التي خصصت للشهر في السجل التجاري الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول المتعلق بالتاجر، وذلك في المواد من 27 إلى 78. وقد جعل المشرع في مدونة التجارة من القيد سببا لاقتراض صفة التاجر. ويكتسب السجل التجاري أهميته من الوظائف التي يقوم بها، والتي يمكن تلخيص أهمها في الإخبار، بمعنى أنه حيث يتضمن السجل التجاري والصناعي كافة البيانات الخاصة بالتجار والمتعلقة بنشاطهم التجاري والصناعي. لذلك فإنه يمكن لكل متعامل مع التاجر وبصفة عامة لكل شخص أن يتعرف على مركز التاجر عن طريق طلب الحصول على نسخة أو مستخرج مشهود بصحة للتقييدات الواردة في السجل التجاري، أو شهادة تثبت عدم وجود تقييد، أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه. يظهر ذلك من مادة 29 من مدونة التجارة. أيضا يمكن قلنا من أهم تلخيصات ديال السجل التجاري الأهمية ديال الوظائف ديالو من بعد الإخبار كاين الإحصاء. هذا الإحصاء يستعمل نظام السجل التجاري لاستخلاص إحصاءات تتعلق بالنشاط التجاري مثل عدد التجار والشركات التجارية والمحلات التجارية والفروع والوكالات والمكاتب أيضا الوطنية والأجنبية والقطاعات التي تعمل بها، وقيمة رأس مال الذي توظفه سواء كان وطنيا أو أجنبيا إلى غير ذلك. كذلك من بعد هذه الأهمية قلنا اللي كيكتسبها التسجيل التجاري ومن الوظائف التي يقوم بها من بعد الإخبار والإحصاء، كاين هناك الرقابة، إذ يمكن للسلطات العمومية أن تمارس رقابتها عن تطبيق القوانين في الميدان التجاري اعتمادا على البيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك مثل مراقبة احترام الشروط التي تفرضها بعض القوانين لممارسة بعض الأعمال التجارية، أو إصرار على احترام القوانين التي تمنع ممارسة التجارة على بعض الفئات من المواطنين. إذن كل هذه الإجراءات هي قد تعتبر من أهم الالتزامات الشكلية التي تقع على عاتق التاجر. وهذه الإجراءات ديال التسجيل في السجل التجاري والآثار التي تترتب على هذا التسجيل، هناك أيضا جزاءات يتم وضعها المشرع على عدم القيد في السجل التجاري، يمكن أن نعرج إليها في الحصص القادمة إن شاء الله وبحوله.
إذن بكل نقف في هذا الحد بعد عرض مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري، وقبل توديعكم بطبيعة الحال أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المعتمرين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه وبالتوفيق والنجاح.